عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من زابينغ 90، وباش نمشيو ديريكتومون جو البلاتو نتاعنا، يلا بينا. فما زابينغ ولا محمد؟ أكيد أكيد، شكرا لكم، مرحبا بكم. مرحبا يا مرحبا، يلا نبداو. زابينغ تحبوش يكونوا موجودين؟ زابينغ محمد شيحة جمعة كاملة هو يعس علينا. معناها هنا شاد قارد جمعة كاملة وما يحبوش يسمعوني، أما سفيان باش يبنيوا له قبة. سفيان بن حميدة أهلا وسهلا، باش نعمل لك قبة اليوم في 90 دقيقة. إي مازال معليش. لتوقعاتك يا سفيان على خاطر خليل قل قول له جاي يتهدد برو. اسمع سفيان، القبة وسي بون بدينا فيها، وانت لازمك تساهم معنا بحاجة الحق. اشعال الشموع. سفيان تساعدك حكيت الشموع ولا توصي حاجة أخرى؟ أكل فروماج اللي كنت توري فيه هذاك، أكل الأحمر والأزرق والأخضر شنو هو؟ هذا اسمه إغراء يا صديقي. الإغراء ما عنديش مقاومته أنا، ولي هذا سايب علينا. سايب علينا ماله، ونمشي لطارق وتدخلاته الرشيقة. يطلعش فما مجلس نواب شعب آخر غاديك على الحدود التونسية الجزائرية مشى هو يفتتح فيه. ليه عنا واحد برك ورئيسه الأستاذ إبراهيم بودربيلة، كان تحب تحكي لنا عليه شوية سفيان. إبراهيم بودربيلة، لأنه إبراهيم بودربيلة أعطانا أول أبرسو نتاع قدرته على التكربيس. بطلت يا سيدي بطلت، حكينا على الرئيس قيس سعيد. الرئيس كان سعيد، هو الرئيس بودربيلة سعيد. أي سعيد سعيد. تو عاجبك تفادليك هذا يا طارق؟ تو تهشيش هذايا ولا تفادليك ولا شنو نسميوه؟ اللي هو سيحمل معه مظاهر الزبونية والمظاهر العلاقات الخاصة ولهنا. زبونية جملة سميته أنت. ما سميته زبونية، يسميه غيرك التزام، يسميه غيرك تحيين للقراءة السياسية، يسميه غيرك إمام مشروع سياسي. يزينا سيدي من زبونية، وخلينا نمشي ولسيل خلولي اللي نورنا الجمعة هذه وحكينا على البرجوازية. أشكون الانتهازي؟ هو الارستقراطي والبرجوازي. بالله بالله هك، كل برجوازي فهو انتهازي بار ديفينيسيون. بار ديفينيسيون. طب مو شعبوية هذه سي الخلولي؟ ما أحلاها من شعبوية إذا كانت هي تمثل الحل. وأنا باش نجاوب بالشعر. عش بالشعوري والشعوري، فإنما دنياك كون عواطف وشعوري. الله الله عليك صديقي، شنو هو هذا الكل؟ من وقتاش هذا؟ ليلة 25 جويلية تبدلت لي الكارت مير نتاع مخي. زعما من نهار 25 جويلية هكا؟ كارت مير، كارت مير نتاع خليل. لا هذا صح صح، اما انا نعرف شكون عامل فيك ديما قبل وبعد الحقيقه. انت تعسفت عليا، خليني نكمل فكرتي. انت خليني نكلم، لا خليني لوحدك. تعسفت عليا. ايوه ايش باش يفضها؟ اقل من تعسفه اقل من شبت في نفس الوقت. يا خلود كيفاش باش نسلكوه؟ جايين فاصل، المخرج قال لي فاصل والفاصل مش متواصل، ورجعنا وباش نحكيو مع طارق ورايو في عبير موسى. المراه هذه بارامو عايشه في عالم شويه وردي وتحب الجمعيات والمسائل اللي باش نحلوا بها مشاكل العالم وشويه ونلعبوا، عرفت نلعبوا كالفازه اي نلعبوا اسمها الاخت ميسالش. ركز امورك، هنا معك العب انت رئيس حكومه ونلعب انا وزير. عمري ما سمعت بها انا هذه، عمري في حياتي ما سمعت بها، لا وانا صغير لا وانا كبير، نلعب وزير ورئيس حكومه. يلا مش مشكل نلعبوا لعب كما عروسه يعني وعروس، ونلعبوا عند الطبيب وكل اي هكا نفهم. وانت سفيان شنو رايك في تصريح عبير موسى؟ بدات توا مرحله السيونس فيكسيون، فهمت يا بنتي؟ يعمل شيء نتفليكس وفك علينا. هي ما المشكله شكون بالله باش يمول لها شيء نتفليكس؟ صفحه دز تخطف ولا شخصيه دز تخطف ولا كهو يزي. انا الحقيقه كهو، باش نمشي لاتلانتس هاي تمشيوا معايا ولا باش نمشي وحدي؟ انا قلت لهم راهو كان نلقى خيط نمشي بصراحه. يلا مرحبا، هاي شكون اخ سيونس فيكسيون؟ اما في بلاصتي قاعد نتفرج قاعد قاعد طارق تمشي كان تلقى حاجه حويجه باهيه. وزير وزير نمشي؟ لا لا مش المناصب هي، وزير توتير عصابه. شنو الحاجات اللي واحد ينجم يعملهم غاديك؟ تهنى يا طارق، شعليك هيك معايا عيني ليك. هكا كانت حلقتنا في زابينغ اليوم، نتقابلوا الجمعة الجاية.